الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، يتجدد اللقاء بكم مع الشوط السابع. والشوط السابع شوط رئيسي ايضا لابناء القبائل، شوط رئيسي بفئه الجعدان. نرحل مع 2 كيلومتر ونحن نمشي في اول 500 متر ونرحل مع ملفت احمد بن سعيد بن حليث الوهيبي، من يقدم لنا ملفت باول المراكز ليليع المركز الثاني. فهنا مايهاب غدير محمد بن مطر بن غدير، اما المركز الثالث، المركز الثالث هذا شعار بن رشيد على ظهر الشرس علي بن عبيد بن رشيد، من يقدم لنا الشرس. والمركز الرابع فهنا المحيط سالم الراشد بالضبيعه، من يتقدم بالمركز الرابع. والمركز الخامس اقول شاهين عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد. هذه المجموعه الاولى مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، اخذ لنا صوره عامه، يا بصورنا اخذ لنا صوره عامه، نحن ما نقدر نتاخر ونبيع المراكز المتاخره، مسموح لنا فقط بالخمسه المراكز الاولى. هذا هو الشرس، هذا هو الشرس، الله عليه بن شرس، الله عليه. شعاره ايضا شعاره شرس، شعاره قوه، شعاره ايضا يتقدم الان نواع عبيد بن علي بن رشيد، من يقدم لنا الشرس، هو من يقدم لنا الشرس بالمركز الاول، ولكن عنده من ينافسه، عنده الشرس ايضا المركز الثاني. اقول يتقدم مايهاب غدير بن محمد بن مطر بن غدير، هذا اسم كبير في عالم سباقات الهجن. اما المركز الثالث وصلنا ملفت احمد بن سعيد لوهيبي، ثالثا المركز الرابع، المركز الرابع بن مرخان على ظهر زعفران محمد بن راشد بن مرخان، وبالقوم هاجم على ظهر شاهين سالم بن عتيج بن علي بالقوم. خذ حذرك، خذ حذرك يا الشرس، لان الجماعه بدوا بالتهديد، الجماعه بدوا بالتهديد، الصراع الصراع الصراع، ولكن الشرس ما ينياب، الشرس خطير، الشرس من البدايه شرس، وهو يتقدم بشعار بن رشيد علي بن عبيد بن رشيد، يا سلام. ولكن الهجوم القادم من قبل زعفران محمد بن راشد بن مرخان، بن مرخان يهاجم، بن مرخان يهاجم، بن مرخان يتقدم، بن مرخان ايضا معنا مشرد، معنا مشرد، الله 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 الله، زعفران والشرس، ال 200 متر الاخيره، ال 200 متر الاخيره، الناموس وين؟ الناموس وين؟ الناموس وين؟ الناموس مع بن رشيد، الناموس مع بن مرخان، الصراع الصراع الصراع، الصراع على المقدمه، الصراع على مقدمه الشوط، ما زالت المباراه، ولكن زعفران 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 بن مرخان، زعفران بن مرخان، محمد بن راشد بن مرخان، ثاني ثاني.